قولوا نبي لنا ندخلوا لكم الواد الحار مع انتخابات قبل انتخابات. كاين يقولوا لينا راه الواد الحار راه غادي صافي غنبداو فيه. ملي فاتت انتخابات حتى واحد ما تيناش لنا. دابا ولادي انا راه صغار ساكنين حدا الشانطي اللي بغينا كنطالبوا به تصوب. ما كنمشوش للمدرسه وقت الغيس. كون مرنا كون غادي من يدوزوا كيغرقوا. دابا ولادي صغار ما كيبغيش يمشوا ليا المدرسه. وكيقاولونا كل عام ماشي هذا المجلس. المجلس اللي جاي يقول لنا غنصابوا لكم الطريق غنديروا لكم الواد غنديروا لكم. ملي كتفوت الانتخابات كيبداو مضاربين مع بعضياتهم. هذا كيجر هكا وهذا يجر هاد الجيه وكيضربوا على الفلوس. الا كان شي ميزانيه ديال الفلوس راهم يضربوا عليها. ما كان شيء المواطن مابقاش يهضر معاه. تدوز من حداه بحكا مابقاش كيقول لك السلام عليكم. تا انتخابات الاخرى من جايه عاده يبداو كيعطوهم 4000 الواحد. كيشربوا كيستغلوا السذاجه ديال المواطن ما عارفش الفقر. كيعطوهم 20000 فرنك الواحد وكيفرحوا بها بحال ما تاش عطاهم وكيستغلهم. وبالتالي كيبدا يدار على الميزانيه كيبدا يتقاتل عليها يديروا في المشاريع. وحنا ضايعين قاعدين هنا في هذه البلاد حتى حاجه ما كاينه والو. لا خدمه لا المواطن يجي يديروا يردوا ليه البال شي حاجه خاصه شي ورقه يصوبوها ليه. ما كاينه حتى حاجه. كاين عالفتونا بعضياتهم على الفلوس. هذا كيجر هكا وهذا كيجر هجي تتفوت ست سنين وعاودوا ثاني داك الشيء من جديد كنعاودوا. احنا شرفنا انا هادي 60 عام وانا عاقل في هذا الشيء حتى حاجه ما كاينه والو. نفس الفيلم كيما غدا اليوم وكيما غدا غدا حتى حاجه ما كاينه. جيتي تهضر مع دابا انا كنمشي كنصوني لي بالتليفون اللي كيمثل ديالنا الممثل ديالنا اللي كيمثلنا على شي غرض كيطفي عليا التليفون ما بقاش كيهضر معايا. ما خابش هذاك الشيء ديال الانتخابات. كان صوني وكان صافي التليفون كيطفي عليا ويخليني واقف حدا الدار ديالو كنزيد بحالاتي حتى حاجه. ودابا نيس منهم واخا يكون عندي الغراض ولا شي مشكل كنصبر وكنريا عارف ما غيديروا معايا والو وكنريا بحالاتي. هاي باقي نفس المشكل كل شيء كاين حتى حاجه ما كاينه. المنتخبين داروا لاباس الجمعه. كاين اللي ما كان عدوش ولا تعدوا ثلاثات المراير اربعات المراير وشروا الديور والبقاعي كيشروا فيها وكيشروا في طموبيلات الفاخره على الوان. ومن كانوا الانتخابات كانوا يهزونا فيهم. ومن اللي فاتت الانتخابات عادي يدوز من حذاك يبغى يقدمك والعجاج يديروا عليك ويزيد في حالاتهم. ما يعرفك ما تعرفه ما يتسوقكش ما يعرفك كاع يقدر يخرج فيك كاع وما يعرفك ما تعرفه. فهاد المسؤولين هادو اللي هنايا. ونهار اللي كنجيبوا شي واحد نمثلوه باش يعود معنا في الدائره من الدائره ويخدم معنا كيجيو وما يعطيو للناس المواطنين كيديروا يحرضوا بالفلوس. وكاين السمساره كيجيبوا الفلوس وكيعطوها ليهم وكيقلبوا لينا الراجل اللي غادي ندير اللي غيمثلنا. بغينا من هاد المسؤولين يصوبوا لنا هاد الطريق يكملوا لنا الواد جابوا حتى النص هنايا وخلوه. هاد المجلس اللي داز بغينا هاد المجلس كنطلبوا منه باش يكمل لنا يكمل لنا هاد الواد لهاد السكان. ها هما فينا محدانا هنايا ويدوزوا لنا الطريق يدوزوا لنا الطريق كودرون. حنا دابا كنخلصوا ضرائب. حنا ساكنين هنا في هاد الشارع ها المحل هو هذاك اللي فيه الحمر. ساكنين في هاد الشارع وكنخلصوا ضرائب 450 الف فرنك كنخلصوا في العام ديال الضريبه. والطريق ما صايبيناش جابوا لنا الواد حنا حتى لعندنا وين ما كملوه شيء لهاد المسافه اللي باقا هنا جابوه على النص والنص باقي باش يكملوه لينا ويدوزوا لنا الشانطي. ما داروا معنا والو. كاينين السكان هنا كاينين السكان راه بلا وليدي السكان. السكان كاينين هنا السكان ما كاينين السكان هنا في هذا الشارع هنا هاد البلاصه هنا. وقت الشتاء كنديروا عبوط باش كنمشوا الطوموبيل ما تدوز. حنايا دابا دائما مرتين ولادنا مرتين بغينا يكملوا لنا على الطريق يصوبوا علينا كملوا لنا على الواد يصوبوا لنا على الطريق. ما بغينا حتى شي حاجه اللي كنقلبوا عليها. حنا باغيين على الطريق باغيين عامين ندوزوا صافي لا قل ولا كثر. بغينا نطلبوا من هاد المسؤولين يصوبوا لنا الطريق. هاي الطريق هاي معبد مدوزين في التوفنا واحد الوقت. واحد الرئيس جا دوز في التوفنا جا الرئيس الاخر جاب الواد تا النص وحبس.
بغينا هذا المجلس يكمل لنا هنايا هذا الوادي يكملونا ودوزنا القدرون. هادشي اللي كنطالبوا حنا في المجال الحضاري وكنخلصوا الواجباتنا نخلصوا ضرائب وعندنا طوموبيلتنا نبغوا من ندوزوا نبغوا ندير نعبط حنا من كندوزوا درك في وقت الشتاء. ويا تنقول لك ويجي في الشتاء وتشوف الحاله كي دايره في الشتاء مصيبه في الشتاء. الشتاء كيعودوا مع الشانطي دري صغار على حساب الحديد مصيبه واقعه صراحه ديال الله خصك في الشتاء وقت الشتاء وتشوف الحاله كي دايره. واحد باغا كتحضر كاريان تما كاين من سمعكم جايين راه حيدوها من تما كاين والله من الله فين الدواء كتجمع واحد 300 كلب ولا 400 كلب واحد حالة تنقول لك الله يديم ما خلق الناس الله يديم. كاين كي تكرفيس كاين شلة صداع اصاحبي كاين شلة تكرفيس صراحة ديال الله الناس بكرفسة خصوص وقت الشتا وتشوف الحالة كي دايرة ديال الدراري. المدرسة الدراري ديال المدرسة خويا كيدوز مع الشانطي صراحة ديال الله كنخافوا عليهم حساب حديد وكشي كيتكرفسوا كنجيبوهم في الشتا بعض المرات كنجيبوهمش كاع المدرسة كاع ملي كيكون الشتا كاع. مصيبة والله إلا عجلة كانت من البارح تما كاين 200 نهار الجمعة تما كاين اليوم ملي سمعكم جايين والله إلا حيدوها البارح بالليل كتبغي نوريها لكم كاع شكون يوصل عليهم كاع. بالنسبة لجماعة السحيم المغرب كيعيش في قرن 22 الدول كلها كتشيد بهذا التطور اللي وصل ليه المغرب وحنا باقيين كنعيشوا بحال هاد الطرق هادو في وسط المجال الحضاري. ما يمكنش ان بنادم يعيش في هاد الظروف هادي هو خصو يعني يبدل المجهود باش يعيش في واحد الوضعيه اللي كتناسب المجتمع المغربي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.